السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والميمات اللي متبعيني لهلي خطيكم عليا، وشكرا شكرا شكرا على الكومنتات اللي كتخليو ليا وعلى لي لايك وكتشجعوني وتفرحوني وتخلوني نصور لكم البنات، واخا انا راني مهرسه من يدي، وكذلك البنات تجي عاد ديركم كتخليوني نقاوم ونوض وما نغبرش عليكم في القناه. نهار جديد وفلوغ جديد البنات. كنت صراحه بزاف البنات دخلوا عندي حسنه كترينا من الفلوجات، خرجينا معاك كتعجبينا، كيعجبونا الفلوجات ديولك الصراحه. والتحيه للناس الجزائر اللي دخلوا عندي، تحيه ليكم، وانا فرحانه وكتفرحوني بالكومنتات ديولكم الزوينين، كيفرحوني وتيخلوني نتشجع وندير لكم الفلوجات. ومازال البنات غادي تشوفوا مني بزاف الحوايج الزوينين، خاصني غير شويه تشجيع ونشوف الفيديو طلع ليا في الليفي ونشوفه طلع ليا في لي لايك، وكنتشجع ونعطيكم بزاف الحوايج بزاف بزاف، بحال وصفات ايطاليه، وصفات مغربيه، الفلوغات، الروتينات اللي حبيتو. ما حسنا فلوغ غتسيبوها ان شاء الله غير بشويه بشويه، وكيف قلت لكم والتشجيعات ديالكم ان شاء الله بحول الله. دابا البنات غادي نخرجكم معايا، غنديكم معايا بطاره لواحد الحانوت كبير ديال الصبابط البنات في نيوان، وسمعت بان فيه تخفيضات، وغنديكم معايا ليه، وغنديكم معايا البيتزا ايطاليا. والمهم البنات بلا ما غنحرق المراحل، خليكم معايا وفين ما مشيت انتم معايا. دابا انا لبست حويجي، المهم لبست القميجه خفيفه على حساب باش هكا كتخشات ليا مع القبس، وهذه شويه واسعه كيف شغا خليتها محلوله ما بغاتش تسد ليا. دابا بقى لي الا البس جاكيتي وغنخرج، وفين ما مشيت غنديكم معايا ولهلي خطيكم عليا. يلاه خليكم معايا الغزالات ديالي. المهم الغزالات ديالي هنا، لبس جاكيطه ديالي، درت هاد اللعيبه هادي تنشد بها يدي هكا باش ما تضرنيش، صافي ما علينا الا نخرجوا. المهم غنجاوب واحد البنت اللي قالت لي حسنه انت واخا مهرسه ودايره القبس ضروري من المكياج، ضروري من الحلقات، ضروري باش تشعرك. ومالي اختي نهمل راسي صافي، لا تهرس من ماركي ومن منعكرو من كحلو. لا اختي انا البنات، انا واحد البنت اللي غنقول لكم انا مضروبه على المكياج، مضروبه على اللبس وعلى الخروج. الخروج البنات كنحماق على شي حاجه سميتها الخروج، وصراحه الواحد ما يهملش راسو. ماشي زعما انا مهرسه غدا نشد قنت وغندير واحد الشداده وما غنبقى ناكل ما نشرب حقا، علاش؟ حيت انا مكتوب الله المؤمن اللي تفكروا الله ما عندنا ما نديرو. الا تهرس بالعكس نهتم براسي، نخرج نضحك، نضحك مع وليداتي مع الزوج ديالي. صراحه الحياه ماشي غاده توقف حيت انا تهرس صافي غنوقف. لا اختي هذه فكره غلط، بالعكس والله العظيم انا مهرسه من يد اليمنى وكذلك بالكوشيه، هات ضروري تندير هكا ندوز واحد القلم على عينيا. كندير ريسيل عكر خفيف، طوينقات درت الطوانق هادو هكا كشتو البنات، ولبس جاكيتي وانا خارجه ونخرج وليداتي ونجيبو دويره. يلا ودي معايا حتى الحبوبات ديالي، يلا خليكم معايا ما تشوفين. خليك ليلي يا فالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا سالي ونطير معك هلالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا ولو بلعك انا اشتاني في الرسالة، كيف تقلب الحنان I'm not afraid to die.
هاني رجعت معكم محبوباتي. ما يمكنش اختي ما يمكنش الفيديو كله نطلق فيه الموسيقى وما نهضرش محبوباتي. صراحه انا في المونتاج كنحس بالراحه النفسيه وكنحس راسي جالسه مع عائلتي. هنا البنات كي شفتوا قيس هذاك الجلي صراحه غزال تيحمق. غير انا صراحه بايتو في اللوين اخر صبتو في الكحل تيجد شويه الخمله صافي حطيتو دار شي 20 اورو. هنا البنات جيت شفت الكبيبطات هادو زوينين خفاف هكا البريمافيرا فني ولين هكا غنقيسهم واخا يدير فيها القبس صعوبه شويه باش نقيس، ولكن هادو عندهم الكمام شويه واسعين دخلوا لي في يدي واخا فيا القبس. كي شفتو البنات كيجيو على هذا الشكل هذا واخا تكما اختكم ولات شويه تتونه صافي حطيتو لبست هذا حتى هو الطويل هذا عجبني صراحه. هذا البنات ما فيه صدافي كي شفتو فيه غير السنيطه كيجي على هذا الشكل هذا. هذا دار 29 اورو والاخر اللي مقزب دار شي 20 اورو بحال هكا صافي. ضربت من دويره وهنا البنات جيت لبستي كان هاد الساك البنات راني خديت بحالو صراحه صدق طوب صدق زويون. صافي ضربت دويره باترالو غنمشي واحد الحانوت حتى هو ديال التليفونات فيه اي حاجه كتخص الدار اي حاجه اي حاجه كواتي هاد الدار كتصيبيها فيه كبير حتى هويا. هاد البلاصه البنات اللي مشيت ليها جاو الحوانت حدا بعضياتهم كبيره وفيها بزاف الحوانت. المهم نضرب فيهم دويره وفين ما مشيت هانتوما معايا اختكم راه مضروبه على التليفونات والله العظيم تا مضروبه على التليفونات. هنا ضروري اختكم ما تهز هذا وتقلب وتشوف واخا راه غالي هنا التليفونات. هذا كاين الايفون كاين اوبو. صراحه هذا الايفون هذا داير من يولونسر البنات ولكن راه طوب طوب صراحه عجبني بزاف. من بعد ان شاء الله وغناخذو فكرت غادي ناخذو. ايوا هنا جات خصكم بلاصه الشيشوارات خصكم ضروبه على الشيشوارات يا اختي وعلى الحوايج وعلى الدوران شكون بحالي شكون الله البنات تعزيز عليا بحال هادشي. ودابا انا حاليا عندي شي 5 شيشوارات في الدار وضروري نمشي نضرب دوره. ومن تما حبوباتي دخلت هاد الحانوت خاص باللعاب ديال الدراري الصغار اي حاجه كتخص الوليدات كتصيبها في هاد الحانوت هذا. المهم هنا جيت هنا بلاصه المخيدات بلاصه لينسولي فيها داكشي ديال الماكله. هنا جيت بلاصه الديسير صراحه خديت منه الديسير ولدي صراحه في داكشي طبيعي 100% وتا الاسمنه زوينه دايرين تخفيضات. المهم خديت شي 12 قريعه دايره شي 3 اورو هكا و 49. المهم غادي نوريكم الاسمنه شحال دايره. اه 3 اورو 69 البنات اللي دايره. المهم انا دابا حيت كنهضر لكم في المونتاج صافي. وهنا البنات جيت نشوف ليا كرسي ديال الطوموبيل لولدي. صراحه السيده اللي خدامه تما نصحتني بهذا الكرسي هذا داير 79 اورو اوفيرتا. كان تقريبا داير شي 99 اورو ودابا التخفيضات دايرين ليه 79 و 99. نصحتني بهذا قالت لي راه من صفر حتى لستة سنين. ايوا صافي فكرت يمكن هو اللي غادي ناخذ. وهنايا اختكم كتجيب دوره هنايا في لي طوات وداكشي ضروري بلاصه اللعاب. قلت لها شي حاجه هكا لولدي حتى هو يلعب بيها. صراحه عندهم هذاك الشيء غزال ولكن حتى الاثمنه كاينه كاين شي حاجه فيها التخفيضات وشي حاجه ما فيهاش. وهنا البنات صافي رجعت للدار وحليت الكرسي هذا هو الكرسي اللي خديت لولدي صراحه غزال تيحمق. ولكن البنات صيدت واحد الصيده ما نبغيكمش حتى نتوما تصيدوها. الكرسي البنات هضرت مع السيده قالت لي راه من الصفر حتى لستة سنين من جبته للدار وحليته صبته من الصفر حتى لثلاث سنين كتعني انا ما غاداش نستافد منه بزاف. ولدي دابا تبارك الله راه عنده عامين كتعني عام وغادي نلوح هذا الكرسي وهو مشري غالي. ايوا صافي من بعد غادي نتصدموا تشوفوا اختكم ثاني شاده الطريق وراجع لهاد البلاصه. واخا البنات هاد البلاصه راه بعيده عليا فين تنسكن انا ولكن حد بقى الكرتونه جديده وباقي عندي سكون ترينو رجعته ليهم باش غنبدلو بحالو. بغيت زعما ناخذ بحالو وكبر منه يكون من الصفر حتى لستة سنين كيف قالت لي هي. ساعه ما صبتش البنات من رجعت عندها قالت لي لا قالت لي سالا وهذا هو اللي بقى. ايوا صافي اختكم صافي من وصلت الماكينات وهذاك الشيء هذا صدت في اوفيرتا هذا الكرسي هذا ديال الكحل البنات غزال موديل كيكو صراحه تيحمق حتى هو ورطيطب وزويون. المهم ما عرفتش بالضبط شحال كان داير ولكن دابا راه تخفيضات دايرين ليه 149 اورو كان تقريبا كان 199 اورو. اه البنات كان 199 اورو هو دابا دايرين ليه 149 اورو هو اللي بان ليا فيه تخفيضات وبان ليا ماركه ديال كيكو هو اللي خديت. المهم البنات عاوتاني بدلت الكرسي ديال ولدي اللي خديت ليه ديال الطوموبيل. وقع ليا مشكل كي شفتوا البنات انا خديت من الصفر حتى لستة سنين وبالنسبه للكيلوات من الصفر حتى 25 كيلو هادشي اللي شفت انايا واتفقت عليه مع السيده اللي خدامه تما.
بيروب جاستي جابوا لي من المكازا وصافي خلصت وجيت للدار ما شفت صافي فيها من السيده. من جات للدار حليت الكارطونه داكشي قدامكم كنتفاجئ بان كاين غير من 0 حتى 18 كيلو ماشي ديال 25 كيلو. عطاوه لي صغير بزاف البنات كتعني هو كان داير 99 اورو انا خلصت ليه 79 اورو مع 99 بيرو حدو 18 كيلو كتعني غنضيع فيه ما غاديش يجلس لي ولدي حتى شهر ولا شهرين صافي غادي المهم غاديش يجلس عليه بزاف كتعني 18 كيلو بالزربه غادي يصغر على ولدي صافي هزيتو باش غنديه نبدلو غناخد مكبر منه نفسه غناخد مكبر منه غادا ناخد من 0 حتى 25 كيلو صافي قالت لي راه ما بقاوش هادوك صافي بقى داك هو اللي بقى صافي وبدلته بهذا البنات كيف تشوفوا ماركه ديال لكيكو هذا البنات كان داير 199 اورو اوفرته خديته ب 145 اورو باش خديته كان داير 199 اوفرته خديته 145 اورو ولكن البنات موديل كيكو غنحلو قدامكم والصراحه خاص بنادم ديما يقلب انا صافي تقت فواحد هضرت معاها قلت لها صافي راه بغيت هذا من 0 حتى 25 كيلو كتعني من 0 حتى دير دري 3 سنين فهمتوا صافي مشيت للدار مقصتو مش هذاك دابا البنات خديت ليه كيف تشوفوا هنا خديت ليه من 9 كيلو حتى 36 كيلو كتعني من 0 حتى 12 عام تيدير ولدك 12 عام غيستعمل هاد الكرسي هذا هما تشوفوا هذا يدي دراني ماما حطه هنا باش صافا نقدر المهم راه يدي وليت البنات اللي كيسولون في انستغرام المهم يدي شويه الحمد لله راه وليت كنمنملها وليت كنهز بها انا البنات هاد الكارطون عنده كبير قد قداش اوكي نهبط لكم شويه تشوفوا المهم البنات هو هذا انا بحكيت لكم في الحل كيف تشوفوا البنات واعر البنات هو هذا الزوين هانت المهم عنده هذا الكساب ديالو كيفاش هكا يخدم كيفاش اللي ما تعرفش يخدمه بيرو ورا ساهل هنا البنات كيف تشوفوا عنده التصنطات هادو وباش كتزيدوا فيهم النقصو كاين هنا بوطونه اين فوق كتركب عليها وكتزادوا هذا كتورك عليها هكا كتزيدي تنقصي هذه هي بزوينه ايما الاخر كانت عنده اللعيبه هنا وعندو هاد اللعيبه هكا بحال دابا ولدي انا باقي صغير غنبقى نستعمل ليه هاد الخلانيه هادي بيرو من غادي يكبر غنحيد هاد باش نضوي واحد شويه التليفون من غادي يكبر واحد شويه غنحيد ليه هادي وغنخلي غير الكرسي عادي بحال هكا البنات من تيكون ناعس كندير ليه بحال هكا كيشتا البنات الكرسي كيولي هكا مايل ومن تيكون فايق كندير ليه هكا كيشتا البنات كيكون بارك هكا عادي صراحه هذا البنات واعر كيف قلت لكم كان داير 199 اورو تخفيضات خديته انا 145 اورو ولكن الموديل كيكو البنات كيف تشوفوا هنا كيكو واعر ورطيطه واخا يكون ناعس طوموبيل داك الشيء المهم الدري ياخذ راحته بالمزيان واعر واعر البنات والله الا عرفتي حمقني هذا غلى من الاخر ولكن الكاريتي ديالو احسن من الاخر الاخر كيف قلت لكم كان داير 99 اورو خديته ب 79 هذا كان داير 199 خديته ب 145 اورو واش 99 99 ضروري ديما كاينه صافي المهم هذا هو الكرسي اللي خديت لولدي المهم البنات التخفيضات راه مازال كاينين في الحانوت انا نخلي لكم اسم الحانوت الفوق اللي بغات تاخذ القولي داك الشيء شي كرسي اللعاب الحوايج كلشي فيه تخفيضات زوينين صراحه غنخلي لكم سميت الحانوت وهنا غنحبس معكم الفيديو